العميد منير، أهلا وسهلا بك معنا في قناة الغد المشرق، ونبارك لك أيضا بمناسبة عيد الفطر السعيد. ولكن نود منك أن تحدثنا، أنت كنت متواجد آنذاك في تحرير ساحل حضرموت والمكلا من تنظيم القاعدة الإرهابي. دور التحالف العربي وبالذات القوات الإماراتية، كيف ساهمت في عملية التحرير؟ كيف ساهمت في عملية بناء قوات النخبة الحضرمية وتدريبها أيضا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا دعني أهني أهلي في حضرموت وربوع اليمن عامة والأمة الإسلامية بشكل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك. عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، ويعود علينا وبلادنا وجميع بلدان الإسلامية مستقرة بأمن وأمان بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل عام وأنتم بخير. بالنسبة ل 24 إبريل، هذا اليوم سطر التاريخ ملحمة تاريخية لأبناء محافظة حضرموت في تحرير مدينة المكلا وضواحيها من براثن تنظيم القاعدة بعد أن جث على صدور أهلها لمدة عام كامل، بعد أن تم تدريب قوات النخبة الحضرمية من قبل قوات التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الصحراء لمدة عام تقريبا. وصقلوا هذه القوات بجميع أنواع التدريبات العسكرية ومقاومة العناصر الإرهابية، وقد شارك في هذه التدريبات قوات التحالف العربي ممثلة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تدربنا في هذه السنة على جميع بجميع الإمكانيات التي مكنت لها بإذن الله سبحانه وتعالى في 24 من إبريل أن نحرر مدينة المكلا. وكتب الله لي سبحانه وتعالى أن أكون أحد القادة المشاركين في تحرير ساحل حضرموت في 24 من إبريل بمعية زملائي من القادة الحضارم من جميع مديريات وادي وساحل وهضبة وصحراء، وجميع الجنود المشاركين من جميع مديريات حضرموت بساحلها واديها وصحراها. الحمد لله كانت المعركة معركة شرسة جدا. كان دعم التحالف العربي هو الأساس في حسم هذه المعركة، والأساس الأكبر هو بسالة الجنود والقادة الحضارم الذين سطروا في هذا اليوم. أخي أنا أتحدث إليك وكأنني الآن أرى المعركة أمام عيني. طيب سيد العميد، يعني لو تذكر لنا خلال كم تم تحرير المواقع التي ذكرتها، ساحل ووادي وهضبة، من قبل قوات النخبة الحضرمية وكذلك القوات الأمنية في حضرموت بمساندة التحالف والقوات الإماراتية كذلك؟ التحرير كان في مديريات ساحل حضرموت فقط عندما انطلقت قوات النخبة الحضرمية بدعم مباشر من قوات التحالف العربي وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة الذي كانوا قادتها وجنودها معنا على الأرض مشاركين في هذه المعركة. كانت جميع الإمكانيات التي تم الدخول بها إلى مدينة المكلا وضواحيها هي دعم مباشر من دولة الإمارات العربية وقوات التحالف العربي. وجود قوات التحالف العربي إلى جانبنا جاء هذا دعم كبير في التحرير، حيث إن قادة من قوات التحالف العربي مثل بالإمارات العربية أشادوا بالدور والاستبسال الذي رأوه من أبناء حضرموت من قوات النخبة الحضرمية عندما تم تحرير المكلا في 20 ساعة فقط. تم تحرير جميع مدن ساحل حضرموت، وهربت عناصر التنظيم إلى الجبال والأماكن الوعرة في المديريات النائية. وبعد ذلك تم استكمال التحرير بالعمليات الأخرى مثل عملية الفيصل التي تم دخول قوات النخبة الحضرمية إلى وادي المسيني، وهذا نعم. كان آخر معقل لعناصر التنظيم، وبعدها انتقلوا إلى منطقة السيطان التي قادت قوات النخبة الحضرمية فيها معركة الجبال السود.
أنا أشكرك سيادة العميد منير التميمي، مدير عام أمن وساحل حضرموت، سابقا كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.